بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان تعلم بسرعة مقاييس كتابة حرف الراء. إذن دائما نكتب يعني 0 1 2 3 لنعرف مقاييس الحرف، يعني المقاييس التي نعتمدها في كتابة الحرف. دائما 0 هو يعني السطر الرئيسي، ثم يعني الأسطر التي فوقه والأسطر التي تحته. نعم، إذن بالنسبة لحرف الراء، حرف الراء يكتب بهذا الشكل. هذا الشكل يأتي في أول الكلمة، ويأتي في وسط الكلمة، ويأتي في آخر الكلمة إذا كان منفصلا مع الحرف الذي قبله، يعني يأتي في المواضع الثلاثة للكلمة. ثم هذا الشكل يأتي في وسط الكلمة، وقد يأتي في آخر الكلمة. هناك يعني شكلين فقط لكتابة حرف الراء. هذا الشكل يأتي دائما في أول الكلمة، وقد يأتي في الوسط وفي الأخير. وهذا الشكل يأتي في وسط الكلمة إذا كان متصلا مع الحرف الذي قبله، وقد يأتي في آخر الكلمة. إذن بالنسبة للكتابة، فإننا لا نتعدى يعني السطر الأول فوق السطر الرئيسي، 0 السطر الرئيسي، 1 السطر الأول، يعني فوق لا نتعدى يعني السطر رقم 1. وبالنسبة إلى أسفل السطر الرئيسي، فإننا يعني تقريبا نقترب إلى السطر رقم 2، يعني 1.5 أسفل السطر الرئيسي، 1.5 تقريبا، 1.5. وفوق فإننا لا نتعدى السطر رقم 1. هنا فإننا نقترب من الوصول إلى السطر رقم 2. إذن هذا هو مقياس كتابة حرف الراء. إذن وبالنسبة للشكل الكتابة، هناك هذين الشكلين فقط. الراء يعني الحرف الذي يأتي بعده فإنه لا يتصل معه، من الحروف التي لا تتصل بالحروف التي تأتي بعدها، يعني حرف الراء والزاي والدال والذال والألف. نعم، فإن الحروف التي تأتي بعدها فإنها لا تتصل بها، أما قبل فإنه يتصل نعم مع الحروف. إذن هذا الشكل يأتي في أول الكلمة، وقد يأتي في الوسط وفي الأخير. هذا الشكل يأتي في وسط الكلمة، وقد يأتي في الأخير. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.